يوم من الايام. ايه اكتر حاجه ممكن انا بكون بعملها في اليوم هو بيكرهها؟ ما بحبش يشوفني بعملها. انتي ان كان كلام ولا ان كان واقفه مع حد ولا ان كان اكل ولا كان اي حاجه. حاولي بس ما تزعليش. لا ما عنديش مشكله. اوكي لما يبقى في ميوزك بترقصي. مش بحبك ترقصي. ليش؟ هذا الشيء غريب ليه؟ لا حاجة لا حلو ولا لا؟ رأسك بيستفزك. ليش؟ غير ده لا انت بترقصي كويس بس بيستفزني. ليه بيستفز؟ هو قال لي خلنا نفسر لها. هو قال لي لان احيانا اضربي من جهه. اه راسي دفش قصدك؟ ايه الاجنبي او العربي؟ لا مش العربي الاجنبي. طب ما هو الاجنبي هيك شو سوى؟ خلاص صبر انت سالتي سؤال غلطتي بصراحه. هو يلا من غير زعل. طريقة رأس ميرال ما بتعجب محمد علي، فطريقة مين بتعجبه؟ بريك ومنكمل وقايع السهرة الطويلة.